أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول الضمير في قوله وهم يستغفرون هل يعود إلى المشركين؟ نعم، لو استغفروا المشركون، لو استغفروا تاب الله عليهم، لو رجعوا عن الشرك استغفروا الله لتاب الله عليهم. فالعذاب يمنع لأمرين: الأمر الأول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الله تعالى عن المشركين، ولذلك لا تعذب أمة وفيها النبي حتى يخرج. الأمم التي أهلكها الله أمر الله أنبياءها يخرجوا، خرجوا منها، فبعد خروجهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. نعم.